أعلنت وزارة الداخلية تفعيل خدمة جديدة عن طريق عدد من سيارات فان ببعض مديريات الأمن لاستخدامها في أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي، بالإضافة إلى أنها مجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع ستة أفراد من المشتبه به ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط. وأكدت الوزارة أن السيارات مزودة أيضا بمنظومة كاميرات متطورة لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية والتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها، ومزودة أيضا بسكوت أب الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، بالإضافة لمنظومة نقل البيانات من السيارات للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكيا وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام. كما تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين عن القانون. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية للتصدي الحازم لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون والحفاظ على هيبة الدولة والأخذ بزمام المبادرة لمواجهة ما تطرحه الساحة من تحديات ومستجدات أمنية.